الحوادث المرورية، الضحايا، أعداد الضحايا الآن هي النسبة الأكبر، حتى بدأت توازي ضحايانا في الحرب على داعش، هذا المؤشر خطير. في الزيارة الأربعينية كانت الحوادث بشكل فظيع، خصوصا الزوار الأجانب. إذن أكو مشكلة حقيقية في الطرق، وهذه المشكلة معنية فيها المديرية ودائرة أو وزارة الإسكان والعمار والمحافظات المعنية. يعني إحنا لازم نرتب أولوياتنا، هذه الرسوم والواردات التي تستقطع يجب أن تذهب إلى الطرق اللي فيها مشاكل، طرق الموت اللي كانت تسمية تسمى فيها كثير من الطرق. عالجنا القسم الأكبر من عدها في خطة الموازنة 23، ننفذ فيها مشاريع إن شاء الله ممكن تنهي هذا الموضوع.